مجهودات كبيرة جدا بيقوم بيها مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي لا يمكن ينكرها إلا جاحد، علشان كده حابب أوجه لهم بس عتاب بسيط. لسه ما عملتش سبسكرايب في القناة، يا ريت تشرفني وتعمل ويا ريت تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان تكون أول واحد يوصله دايما كل الجديد بتاعنا بإذن الله. سبع تعاقدات قام بها مجلس إدارة نادي الإسماعيلي حتى وقتنا الحالي: البوليفي كارميلو، الجامبي سايكو، الأرجنتيني دييغو، الإفواري جان موريال بوي، الفلسطيني خالد النبريس، مهاجم نادي القناة مروان حمدي، وأخيرا الظهير الأيمن لدي كيرنس شادي ماهر. تجديد لعبد الرحمن مجدي، تجديد لعبد الله جمعة، تجديد لباهر المحمدي، تجديد لمحمد عبد السميع، تجديد لعماد حمدي. خطوات رائعة كانت كل جماهير النادي الإسماعيلي بتحلم إن هي تحصل، ولسه في لغاية دلوقتي مفاوضات شغالة مع صفقات جديدة، والمتوقع بإذن الله قبل غلق فترة القيد الشتوي هيكون في صفقتين على الأقل. طيب فين المشكلة وفين العتاب؟ المشكلة حدثت في الساعات الأخيرة بسبب اللاعب حسن ياسين صانع ألعاب الإنتاج الحربي اللي كان المفروض داخل في المفاوضات للانتقال للنادي الإسماعيلي. نادي الإسماعيلي بيفاوض حسن ياسين من فترة طويلة جدا، يمكن من قرابة الشهر مع بداية فترة الانتقالات الشتوية، ومع قرب حدوث الاتفاق فجأة مسؤول النادي الاسماعيلي نفضوا ايديهم عن اللاعب اللي عمل كل حاجه علشان يتم انتقاله للنادي الاسماعيلي، لدرجه ان هو تنازل عن بعض مستحقاته لصالح الانتاج الحربي علشان انتقاله للنادي الاسماعيلي يتم. على فكره كل ده وارد، ممكن النادي يفضل يكلم اللاعب سنه بحالها وفي الاخر ما يتمش التعاقد. فعلا بتكون صعبه جدا انك تعشم لاعب وتفضل تفاوضه لفتره طويله وفجاه تقول له لا خلاص يا حسن انت مش هتكون معانا، بتكون صعبه فعلا، لكن مصلحه النادي اولا واخيرا قبل كل شيء. كل اللي شاف حسن ياسين بيقول ان هو لاعب مهاري جدا وهيفيد النادي الاسماعيلي في مركز النادي الاسماعيلي محتاج له بشكل كبير جدا، مركز صناعه الالعاب مش موجود فيه في النادي الاسماعيلي حاليا الا عبد الرحمن مجدي اللي تم نقله من الجناح الايمن، واحيانا احمد مدبولي كثير الاصابات اللي يبدو ان المدير الفني الارجنتيني خوان براون مش مقتنع بيه. المتداول ان مجلس اداره النادي الاسماعيلي خلص التفاوض مع الانتاج الحربي، وكان اللاعب جالس مع مسؤول الانتاج الحربي في انتظار العقد اللي هيرسله النادي الاسماعيلي عشان يتم توقيعه وينتقل حسن ياسين للنادي الاسماعيلي، لكن فجاه توقف كل شيء، وده ما عجبش طبعا اغلب صفحات واغلب محبي ومتابعي النادي الاسماعيلي. صفحه اسماعيلي كافيه واحده من اروع واجمل وانجح الصفحات الاسماعيلاويه اللي موجوده على فيسبوك، يمكن من فتره طويله جدا ما شفناش صفحه داعمه للنادي الاسماعيلي زي صفحه اسماعيلي كافيه. صفحه اسماعيلي كافيه استغربت جدا من توقف الصفقه وقالت للناس مسؤولي النادي الاسماعيلي انتوا بتكلموا الولد بقالكم فتره طويله جدا، مش المفروض ان احنا بعد ما كلمناه وعشمناه في الاخر نقول له لا يا حسن يا ياسين مش هتكون معانا؟ وده موقف على فكره اغلب متابعي وجماهير النادي الاسماعيلي بيأيدوا فيه صفحه اسماعيلي كافيه. صفحه اسماعيلي كافيه من اكبر الداعمين لمجلس اداره النادي الاسماعيلي، مش بس مجلس الاداره الحالي، لكن اي حد يكون على راس النادي الاسماعيلي بيقفوا معاه على قد ما يقدروا. ومنذ مجيء مجلس اداره المهندس يحيى الكومي ما شفتهمش قالوا عليه ولا كلمه واحده بس غلط او ولا كلمه بس وحشه تسيء لي. مهندس يحيى الكومي ما عجبوش الموقف اللي عملته صفحه اسماعيلي كافيه ومتربطها لاداره النادي الاسماعيلي باتمام صفقه التعاقد مع حسن ياسين. كالعاده المهندس يحيى الكومي لجأ لواتساب وللجروب اللي عليه مجموعه من جماهير النادي الاسماعيلي وقال فيه ان صفقه حسن ياسين مش هتتم، ولو اسماعيلي كافيه عايز يعمل الصفقه يعملها هو على حسابه، واتهم فيما معناه اسماعيلي كافيه ان هم سمسره. للاسف موضوع اتهام احد جماهير النادي الاسماعيلي او احد المخالفين لينا في الراي بموضوع ان هو سمسار ده تكرر لاكثر من مره، مش كل محب للنادي الاسماعيلي هيكون رايه غير راي مجلس الاداره يا باشمهندس يحيى هيكون سمسار، ممكن يكون ليه رايه عادي جدا زيه زي اي حد، وممكن يكون رايه ده مخالف ليك. صدقني مش في صالح النادي الاسماعيلي ولا في صالح حضرتك انك تعادي اي حد من الجماهير، خصوصا لو كان الجمهور ده محب فعلا حقيقي ومخلص للنادي الاسماعيلي. زي ما قلت في بدايه الفيديو انه عادي جدا الصفقه ما تتمش حتى لو كان في مفاوضات مع اللاعب لفتره طويله جدا، وياما حصلت لأندية مصرية والأندية أجنبية، فأعتقد من رأيي الشخصي إنه كان الأفضل يبقى مفيش رد فعل خالص من حضرتك تجاه هذا الموضوع. ممكن يكون اللجان الفنية بالنادي الإسماعيلي رأت إن اللاعب غير مناسب، ممكن تكون
تكون شافت ان هما ممكن يتعاقدوا مع لاعب تاني يكون افضل. ده حق اصيل للنادي الاسماعيلي محدش يقدر يختلف فيه تماما، حتى لو كان راينا كلنا ان حسن ياسين لاعب مهاري وهيفيد النادي الاسماعيلي. كنت اتمنى من المهندس يحيى الكومي بعد الموضوع ده ان هو يتوارى عن الانظار تماما زي ما نصحته اكتر من مره قبل كده. وتاني بكرر يا باشمهندس يحيى، مش معنى ان في حد او في جهه او في مجموعه او في مكان مخالف لينا في الراي ان هو ضدنا، لا بالعكس، ممكن يكون مخالف لينا للراي للصالح العام، وده اللي انا متاكد منه ان اسماعيلي كافيه دايما بيسعى اليه. تاني وتالت بكرر، عادي جدا ان الاسماعيلي يتراجع عن اي صفقه، لكن العادي برضو ان اي حد يقول رايه بدون اي اساءه. اتمنى من الباشمهندس يحيى الكومي انه يعيد النظر في هذا الموضوع، وصدقني الموضوع ده في النهايه لصالحك ولصالح النادي الاسماعيلي اللي كلنا جميعا بنسعى لمصلحته في النهايه. اتمنى ان حضرتك تاخد خطوه ايجابيه وتدعو الجميع للصلح ولعدم اثاره اي قلاقل تثير النادي الاسماعيلي في فتره صعبه جدا بيمر بيها النادي الاسماعيلي. انا حابب افكر الجميع ان النادي الاسماعيلي بيحترم المركز ال17 في الدوري الممتاز برصيد نقطتين فقط لا غير. المركز ال17 ده يا جماعه كلكم هو المركز القبل الاخير في الدوري. اتمنى تاني من الباشمهندس يحيى الكومي ان هو يصالح اي حد زعلان منه، لان ده في النهايه لصالحه ولصالح النادي الاسماعيلي. لو لسه ما عملتش سبسكرايب في القناه يا ريت تشرفني وتعمل، ويا ريت تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان تكون اول واحد يوصله دايما كل الجديد بتاعنا باذن الله. شكرا ليكم، سلام عليكم.